السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب يكون الجميع بخير وبصحة جيدة بإذن الله. معاكم مهندس أحمد عبد الباقي، النهاردة هنشرح برنامج بي بي سيست، ودوت من البرامج المهمة جدا في محاكاة أنظمة الطاقة الشمسية الفوتوفولتيك. والنهاردة لما هنيجي نتكلم على البرنامج هنشرحه بكل التفاصيل بتاعته من البدايات البيزكس بتاعته لحد ما نقدر نطلع تقرير شامل كل الأجزاء بتاعته بأكبر دقة ممكنة، بحيث نقدر نماثل المشروع قبل ما يبدأ ان هو يتنفذ على أرض الواقع. النهارده في الفيديو بتاع النهارده هيكون مجرد مقدمة هنقول فيها محتويات الكورس بإذن الله، وفي الفيديوهات اللي جاية هنبدأ ان احنا نسرد كل جزء في السوفت وير ونتكلم فيه. أول جزء هنتكلم عنه بأمر الله هيكون انترودكشن على البرنامج بكل الأجزاء بتاعته. طبعا مش هنتكلم كانترودكشن البيزكس نفسها، هنبدأ ان احنا ندخل ان ديتيلد في كل الأجزاء بتاعته بالتفصيل، ونتكلم عن الأبديتس اللي حصلت جديدة في فيرجن 7 عن الفيرجن السابق اللي هو فيرجن 6. وفيرجن 6 استمر لفترة طويلة جدا، حصل فيه تطورات كتير، ولكن فيرجن 7 حصل فيه تغيرات مختلفة تماما. تاني حاجة هنبدأ إن احنا نعمل مشروع من البداية، نعمل أول مشروع لينا ونبدأه، ونبدأ إن احنا بعد كده كل جزء هنتعلمه جديد هنطور على المشروع دوت ونغير فيه، بحيث نقارن كل تقرير مع كل تعديلة ونبدأ نشوف احنا اتطورنا قد إيه ووصلنا فيه قد إيه. تالت حاجة هنقدر إن احنا نشرح ديتيلد لوسز، نوضح التفاصيل بتاعت الفقد أو اللوسز اللي موجودة في السيستم عشان نقدر نعبر عنها كويس، لان الجزء دوت في غايه الاهميه، لو ما عبرناش عنه كويس ما بتطلعش النتائج دقيقه. رابع حاجه عاوزين نوضح بعد كده احنا ازاي نقدر ندخل الاستهلاك الخاص بالعميل، نقدر ندخله وبطرق مختلفه وباكتر من طريقه، وازاي نقدر نعمل له سيميوليشن جوه البي في سيست عشان نقدر نوري العميل احنا نقدر نوفر له قد ايه. رقم خمسه احنا نقدر بعد كده نقدر ندخل رسومات 3D للبي في سيست من اي برنامج، ممكن الاسهل فيهم يكون سكتش اب لان من اسهل برامج الرسم 3D هو سكتش اب، ولكن نقدر ندخل الاوتبوت بتاع برامج ثانيه ندخلها على البي في سيست عشان نعمل سيميوليشن للنير شيدنج عشان يكون مور اكيوريت. بعد كده نقدر نعمل الايكونوميك ايفالويشن والحسابات الماليه ونطلع التقرير الشامل الجزء دوت. وفي جزء الادفانسد سيميوليشن تولز، وده جزء مش ناس كتير بتشتغل فيه بس بيدي تفاصيل افضل شويه لو انت حابب بحاجات تكون ادفانسد. وفي النهايه نقدر ازاي نخلي شكل التقرير بروفيشنال ونضيف عليه بعض الاجزاء، هنتعلم دوت بامر الله في النهايه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم باذن الله، اعمل سبسكرايب للقناه لو انت مهتم ببقيه الكورس باذن الله، وتابع الفيديوهات بتاعتنا، ولو عندك اي تعليق نضيفه بامر الله تحت الفيديو، وباذن الله نقدر نجاوب عليه في اسرع وقت ممكن باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.